نتكلم فيه بقى، وهو تقرير عشان لازم نطلع بقى حالا دلوقتي لهذا التقرير. عندنا، انا برد عليك على الهوا عادي، انا عندنا تقرير الحقيقه ده اللي انا روهت عنه في بدايه الحلقه عن يا ميس رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. الحقيقه انه لما كنا بنتكلم على التقرير ده الاسبوع الماضي زمايلي وانا، كنت بقول لهم انا حاسه احنا لسه ما نزلناش بالكاميرا ولسه ما نعرفش المواطن هيقول ايه، بس انا حاسه انه كتير من الاراء هتقول نفس الاراء اللي اتقالت عن الفسيخ والرنجه ايام شم النسيم. ناس كتيرة جدا كانت بتقول لك طبعا الأسعار بقت الضعف وأكتر من الضعف كمان، لكن في النهاية ده طقس من الطقوس المرتبطة بالمناسبة، وبالتالي هنشتري حتى لو قللنا الكميات. حقيقة إن المواطن المصري اختلفت آراؤه ما بين ناس قالت لك لأ أجيب منين، يعني في حتى مواطن كريم هتشوفوه بيقول يعني أنت عشان دلوقتي تنزل تجيب ربع على تمن على شوية صغيرين تتكلم في 1000 جنيه، مين يقول كده؟ شوية عشان تشتري شوية ياميش في الآخر يعني حبة مكسرات. والبعض المواطنين التانيين اللي بيقولوا لا يعني هي الحاله صعبه قوي، لكن ده طقس من الطقوس وهنجيب، بس بدل ما كنا بنجيب كيلو هيبقى نص، وبدل ما كان نص هيبقى ربع. هنسمع اراء الساده المواطنين، والحقيقه انه كمان هنشوف في التقرير ده بقى اجمل الاسكتشات والكوميكس الجميله للشعب المصري بخفه دمه، يعني ما بيسيبش مناسبه، والله ده اللي بيهون على الواحد خفه دم المصريين. المصريين نطلعوا نكت وسكتشات هتضحكوا معانا عليها في التقرير ده هنشوفها مع بعض، لكن ربما كان آخرها وأحدثها هي استخدام الصورة أو البانر أو البوستر المعروف لحملة مكافحة المخدرات، وكانت حملة محمد رمضان واستبدال كلمة المخدرات بالمكسرات، فقال لك أنا أقوى من المكسرات، وده الخط الساخن للعلاج من المكسرات في سرية وبالمجان. طبعا كل الاحترام لصندوق مكافحة المخدرات اللي بنكني ليه كل الاحترام في صباح دريم على كل اللي بيعملوه، لكن المواطن المصري يعني من غلبه بقى فايه ربط ما بين صعوبة انك بتتعالج من المخدرات وتتخلص منها وصعوبة انك تقدر تشتري المكسرات بسبب غلاء اسعارها. تعالوا نحاول نبتسم ابتسامه جميله كده ونقول صباح الفل في هذا التقرير. زميلتنا العزيزه جاكلين ماهر اعدت تقرير عن ياميش رمضان، كل سنه وانتم طيبين، ونرجع مباشره نتحدث عن بنك ناصر الاجتماعي ودوره المهم جدا مع الدكتور شريف فاروق النائب الاول لرئيس مجلس اداره بنك ناصر الاجتماعي. بعد غيابه وبقاله زمان خلوه قولوا شهر بطوله غنوله أهلا رمضان رمضان كان أهلا رمضان أقولوا معانا شراء ياميش رمضان من أبرز عادات الأسر المصرية استعداداً لشهر رمضان الكريم، ومع اقتراب الشهر الكريم الذي تنتظره الأمة الإسلامية كل عام، كاميرا صباح دريم رصدت أسعار وأنواع الياميش بالأسواق المصرية المتاحة للمصريين كافة. المشمشة دي السنة اللي فاتت كانت ب40 جنيه، زادت الضعف ب90 السنة دي. كيلو المشمشة ب90 جنيه؟ كان ب45 و50، بقى ب90 السنة دي. القراصة نفس الكلام كانت ب40 بقت ب80 وب85. الزبيب اللي هو اقل حاجه الناس بتشتريها كان ب25 وب20، بقى ب50 و55 40، المصري بتاعنا احنا ب30. ايه الفرق بين الزبيب المصري والزبيب المستورد؟ المصري حبيته كبيره حضرتك زي ما انت عارفه اهو، والايراني طبعا السعر بيبقى عليه شويه جديد، بيبقى طعمه احلى شويه. هو كتير على اي اسره بصراحه، والاسعار يعني حتى انت شفتي انا ما جبتش غير حاجات بسيطه اللي هي تكفيني انا واسرتي، مش زي كل سنه ما بنجيب، كل سنه كانت الاسعار احسن من كده وكنا بنجيب حاجات بزياده، انما دلوقتي طبعا ما فيش بزياده، ما تقدريش تجيب الزياده. النهارده ما تجيب الكيس الربع النهارده ب 55 جنيه ربع كيلو المقشر، فهتجيب ايه ولا اجيب ايه ولا اجيب ايه؟ مش تجيب شويه مكسرات، تجيب مكسرات ب 1000 جنيه؟ اشتريت بلح واشتريت قمر الدين واشتريت زبيب. في زبيب غالي وفي زبيب رخيص، في قمر الدين غالي وفي رخيص، في من 10 جنيه في 35، وفي البلح من 10 لحد 30 جنيه 40 جنيه الكيلو. قادر اشتري الغالي اشتري، قادر اشتري رخيص اشتري. منظر السوق ما يسرش عدوى ولا حبيب، الناس نازله بتتفرج ومش عاجبها الاسعار، واحنا غصب عننا مش بايدينا حاجه، الحاجه اساسا نازله كده كده غاليه.
نعمل ايه؟ احنا مش عارفين نعمل ايه. ده مش منظر الساحل ده. الساحل ده كنت كنتش تعرف تقف كده وتعرف تصورها مع اي حد. لا بلح بس، وبعد كده يعني كل فتره بناخد حاجه، يعني في حاجه يعني ممكن نشتري التين البرشومي والحاجات ديت، المشمشيه، الحاجات دي كلها كل حاجه برضو بنجيبها برضو على القد. الوضع زاد الثلاث ارباع، يعني كان البلح ب 2 جنيه وب 3 جنيه وب 5 جنيه وب 10، دلوقتي 25 30 80. انا اشتغل على كيلو جالي ب 80، قلت له يا ابو 80 دي غلى يعني السلعه بالبلح وما فيش سحب زي عنوي. كل حاجه غاليه، يعني حاولت اشتري اي حاجه تعمل عصاير، كل حاجه غاليه. البرتقال اللي كنت بجيبه ب 10 جنيه اللي هو البودره لقيته ب 30 جنيه، التمر كنت بجيبه ب 12 جنيه لما يوم ما يغلى لقيته ب 32 جنيه. وبسبب الزيادة الكبيرة في أسعار اليميش، ودائما يتعامل المصريين مع المواقف الصعبة بخفة ظل وسخرية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات الساخرة، وكان منها تشبيه رمضان بالأحجار الكريمة. أسعار اليميش، فإن المصريين لا يمكنهم التخلي عن هذه العادة. اللهم لا تقطعوا لنا عادة. كل عام وكل المصريين بخير ورمضان كريم. جاكلين ماهر، صباح دريم.